بسم الله وحده والصلاة على النبي غدا. حجامة الأبطال إن شاء الله بحول الله التوفيق إن شاء الله. أنت ما تتركش الكتاب ديالك ولا أبدا إن شاء الله بحول الله. هادو أماكن لتجديد الطاقة بسم الله. هذا ما يسمى بالكهي، يعني العمود الفقري تبارك الله هو المجمع ديال الضعف او الجهد يعني الطاقه. وهذو اماكن تيصلحوا للانسان اللي هو بوكسور او رياضي بشكل عام. بسم الله. هز راسك شي شويه يعطيك السر. بسم الله. أحسن أماكن هما هنايا تبارك الله. تتسنى الحجامة سنة وسلامة. هز راسك شوي يعطيك السر. بسم الله بالتوفيق والسلام. بسم الله الله يسير ولا تعسير. حاولوا تقراوا سورة الفاتحة نفسكم لأنها هي الشافية العافية الكافية السبع المثاني والقرآن العظيم. وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نبدأ بإذن الله بالخدش الخفيف. بسم الله إن شاء الله بالنفع والصحة والقوة والسلامة. والحجامة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه احتجم صلى الله عليه وسلم في جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. الحجامة هي تجدد الخلايا وتقويها. والحجامة في اللغة هو الشفط، لا يسمى بالمص حيث نخرجوا شي حاجة. بسم الله ماخدوش على سطح الجيب لا تخاف. ربي يوفقكم سبحانه وتعالى وانتوما لازلتم غير مال. كل لون المشرب ديالو هذا التربة، شوف المشرب الآخر جديد. وهذا كل من يقول أن حجامة الصغار لا تجوز لها صحية، ونحن نتحدى كل من يقول هذه الأشياء التي تنفع الصغير وتنفع الكبير بإذن الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام واحتجموا في حب شفاء استقر حتى لا يصبرك الكأس. بسم الله قال الله هذا من فضل الله. اقترب الينا يا صاحب الفيديو سنراك من بعيد. هذا الدم الذي يخرج دم فاسد يكون ما بين الجلد واللحم. بسم الله شوف انظر كيف يتحقن الدم. هي تصفي الجلد وتنشط الدورة الدموية وتخرج
تخزين الطاقة. وانظروا لهذا الدم كيف هو أسود. الحمد لله. ثم نرمي هذه. فهي للصغار وقاية، وقد تكون علاج للحساسية، تكون علاج للأعصاب. نقيش دابا اللي ما معصبش في هذا الزمن، ترقي الجسم من الفيروسات والميكروبات والطفيليات. تبارك